يتجمع حسن مع أقربائه وعشرات الأطفال من المصابين بمرض التلاسيميا هنا بانتظار قدوم الممرضة المتطوعة لتبديل الدم الدوري كخطوة أولى نحو العلاج، ولكنه في مركز الأتارب خطوة أخيرة قد لا تتكرر بعد أن علقت مديرية الصحة الحرة عمل المركز منذ عدة شهور. ب1/4/2016 قررنا نعلق العمل في المركز بحكم أنه ما بقى في كلفة، ما بقى في إمكانية لنستمر بالعمل، ولكن يمكن شفتوا أنه بعد كل هالشيء أنه العالم مستمر بالشغل ولكن بشكل تطوعي، ونحن بهالفترة يعني كتير راسلنا منظمات، كتير راسلنا الناس أنه نحسن نأمن ولو الأدوية اللي هي الخالبة للحديد اللي مريض التلاسيميا يعني بحاجة لها، ولكن لحد الآن ما وصلنا أي شيء. أعراض المرض تبدو واضحة على رام ذات العشرة أعوام من شحوب الوجه ونقص الشهية وقلة النوم والقيء، فضلا عن التعب والخمول الدائمين. وصار مع تضخم بالطحال من شي سنتين صرنا للطحال، وهلأ صار يتضخم الكبد، يعني الكريات الحمراء اللي عم بتموت عم بتروح على الكبد، فصار يتضخم الكبد معه، فهلا صار عنده مشكلة تضخم الكبد. فالحديد اللي عم يتجمع في جسمه كمان عم بيؤدي لسواد البشرة في جسمه، ونحن بنعاني هون من نقص ابر الحديد هي الديسفيرال، هيدي مهمة كثير لمرضى التلاسيميا. المتطوعون في المركز أكدوا أن تعليق عمل مركز أمراض الدم الوحيد في ريف حلب سيهدد حياة مئات الأطفال من مختلف البلدات، فضلاً عن تسجيل حالة وفاة من أصل 300 مريض كانوا يتلقون العلاج في المركز. إذا كان من غير الممكن إيقاف نزيف الدم في مدينة حلب، فليحافظ المعنيون بالشأن الإنساني على الأقل على دماء من تبقوا من خلال دعم مركز علاج التلاسيميا وأمراض الدم الوراثية. كريم السعيد، أورينت نيوز، ريف حلب.